واحد اثنين ثلاثة. ابني صوته أحسن من صوتك. اليوم شو ننسى؟ الوضع محزن يا علي. الوضع سليم. هرجوك. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ورجعنا لكم فيديو جديد. اليوم هلا بنورجيكم شو عم نعمل. عم دور على الشباب، ما في حدا هون، مو موجودين. وينهم؟ وين مختفيين؟ ما بنعرف. خلينا نشوفهم وين هن. واحد اثنين ثلاثة. كيفكم؟ ابني صوته احسن من صوتك. اليوم شو نسوي؟ رح نغسل السيارة. ليش؟ لعنا له هلا بنورجيكم شبه السيارة. ليش؟ لأنه مسخينة ومخليه فيها محل نظيف. يلا بدنا ننظف. خلينا واللي أول مرة بيشوف قناتنا. أنا بدي ننظف. يلا ننظف. إذا عجبه الفيديو حط لايك، إذا ما عجبه يحط دسلايك. هلا علي بده يورجيكم الفظائع اللي بالسيارة. قررنا اليوم نجي ننظف السيارة. هات اعطيني جود وانت. يلا ما بأس. يلا انا بدي غسل. يلا افتح الابواب. هون شيرزاد بيعود، هون زباله شيرزاد، وهونيك زباله يوسف، هون زباله شيرزاد، هنيك زباله يوسف وجود. طبعا يعني الشوفه مو مثل الواحد يقول. البطاطا، الاكل بكل مكان. هذا جود هيك بيعمل، بينزعج، بنصير نعطيه بطاطا. والشوفير محله ما بنعرف. لا الشوفير محله ما بو شي، يعني نضيف. مثل ما ورجيناكم السيارة. وهلأ علي وعيلة جعفر كل هاي شوفوا هاي بنحتاج. هذا جود، هذا كل شيء هون جود عاملون، كل شيء هيك جود عاملون. هاي كل شيء جود. ايه وعزيوة ما بقرا جود. هات له هايته. باي. انا باي. ماما اجي ماما. يلا باي. سكر. عجبتني القصة الاولى. يلا قوموا مشان هلا تنظفوا مع بابا. اول شيء بدنا ننظفها من جوا. مو رح ننظفها من جوا بعدين ننظفها من برا، لانه شوفوا الوضع شيء رهيب. الوضع مؤسي. ما تعرفوا اكيد يعني سياره فيها اولاد، يعني انت برايك شو بده يكون؟ بعرف. ايه ما شاء الله. ايه والدنيا رمضان. اهلين ها ماما. فينا باي. وين جود؟ جود شو عم تعمل هون؟ بابا ابوي شاكم. الوضع محزن يا علي. الوضع سليم. هلا جود. هلا جود. حتى فيه كريم. انا عم دور على الكريم تبعي، عم بقول وين داحشينه. المشط. موجود. شو ما بتاكل؟ بعرف. حتى ليك بعد شوي نشوف هون شو في بالدروج. واو ما شاء الله علي، ما شاء الله. مصاري كمان ما شاء الله. شي مو طبيعي. لك عم دور على جزاني، طلع جزاري هون.
وانا عم دور على الجزدان. طلع كله موجود بالسيارة علي. شو هلا؟ شرزاد روح قاعد اخوك هنيك علي مد له البطانية لجود. خليه يقعد عليها. طبعا هون بنطفوها وهنيك بهدول بيجوا هيك باركات هنيك بفوتوا بخسروها. انت واخوك ضلوا عن جود ضلوا عن جود. نو نو جاموريا ويوسف بابا حراتي يلا شبكي يوسف جان جودا. نشوف شعور علي هو عم بينظف. شلون شعورك اخي المشترك؟ شعوري حبه كثير كثير. شعور لا يوصف. لا يوصف. مو شايف الوسخ؟ جميل جميل. ربي عم بابا وسخ. بابا نظايفي مثلكم. لك بابا اعملها بالشفاطة وخلصنا. بدك كل شيء زيادة حرام لانه مكنسة الكهرباء. رح ايمن بمكنسة الكهرباء بس تشيل الاغراض الزيادة. لتنظيف كله لأن جدع يا زاد عد عند عند اخوك. انا بعمل الزبال. انا بلم الزبال. انت بلم شو؟ امسك اخوك يوسف. هات نحن كمان ندحش معك. شوف شو في. شوف لا ما في شيء بده يطلع لك بس هدايا. جميل. مالك صوت ابو شيرين؟ الشغل بالشغل واحد يطلع له صوت. ليك ليك اخوك نزله لانه بابا عم بينظف. نزله لانه بابا عم بينظف. شعور محزن. كوهو نوبي هيك كنت انا مساويها. لا تعصب لا تعصب. خلص خلي جبت اولاد. جبت اولاد اجباري. فكر حالك عزابي تحط سيارة تحتك وتشفط وتروح وتجي يعني؟ ليش ما عم تحاكينا لنعرف؟ حاكي لأنه السيارة وسخة خير الله. جايب أولاد أنت؟ بعرف جايب أولاد. إيه يعني مانك عزابي. شو بدي ألحقك بالكاميرا من زاوية لزاوية لألقطك يعني؟ لنحط هلا مصاري بالماكينة. اشتغل دغري. الصف الثاني مشي. طبعا الكرسي يعني شو ما قلكم بالاسم كرسي. حطه هون شيرزاد. حطه هون ورا خليك عنده. ماجرة 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 ابك هابي اوفي ابك. طبعا هون كله بتنظيف. شوفوا هون غير شكل الهدايا. هدايا هون في هدايا. واو شوكولاتة موجود جميل. جود بابا 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 جود 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 جود. وزيل افتح له الباب لشيرزاد ورا. يلا نحاول نحاول ننظفها مضبوط لانه مثل ما شايفين الوضع بيقرف. بعد
عادي لك تشوف مسوي اخوك شوي. استنى لك حتى حتى شو بدي اشرح لكم؟ هيك متضايق بدي اروح عن ماما. هات اعطيني يا علي. اصحى اصحى اخذته مع الكرسي. وين ماما وين؟ درع وين وين؟ درع تمان تمان درع تمان باي مي يوسف انزل افتح الباب لاخوك. اعطيه المكاسيه افتح له من ورا خليه ينزل لوين ما تجي. يلا زين 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 يلا. شو هاي الزباله؟ طبعا مش شايفين السياره سبع ركاب. تعال امسك اخوك مشان اوقف من هني. تعال امسك اخوك. روح بعد بدي افتح الباب هذا. في عندك هون هلا روح نظف هون الموقف. يعني شو لكم وسخ؟ ليوم الوسخ. طبعا هاي السيارة سبع ركاب. كلنا شعورك وانت عم تنظف. ما عم بحكي شعور واحد عندي. طبعا علي معصب الدم واصل لراسه. لا ابوك معصب؟ ليش معصب ابوك؟ ليش معصب؟ ابوك ليش معصب؟ لانه موسخين السيارة مو؟ حاكينا وخذ الغلة. حاخذ الغلة روحي. حاكينا وخذ الغلة. طبعا ابو شيرزاد معصب كثير كثير كثير. لانه مو سيارة، سيارة لقينا سيارة حاوية. يا حبيبي. مرة بقول لا تاكلوا فيها. اجباري مشوار طويل اجباري، واحد بجوع بده ياكل. نجوع ولا سيارة تتوسخ؟ طبعا السيارة تتوسخ. اطللنا بنورك نشوفك، هات لنشوفك نشوف. هلا صار تشتغل لانه قبل شوي كانت مسكرة. طبعا انا حاطط لها حاطط هذا الجلد والنايلو لانه انا بشتغل بالكهرباء وكل اواعيي وسخين بيجوا تراب وما تراب. خلصت هون؟ هون 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 كل شيء. بابا مو شايفين صارت اشهر شوي صغيره. هون كمان لازم تنزل، هون كله وسخ. بابا بابا طب سكر الكراسي ورا بعدين. ثواني هلا بسكر الله بس خليني ما عم بلحق. ما عم بلحق وسخ. مو وسخ انت كمان مسميه وسخ. بطاطا شيبس مو وسخ. تعا هوني لازم تنظف هون. اه هوني هيك شوف لازم تنظف هون. هذا مشوار الأحد. طبعا
صوت عالي عم تسمعوه. وهي رح نرجعها هيك عشان الكرسي يزبط. طبعا شوفوا هون كله هلا بده يتنظف. مثل الليره يصير لازم تنظف هون كله. ليك هون هون كله معبى. انا عم تفوتي هي لهنيك لانه خف ايدك مشان الفطار كمان. حدا بيطلع وصايم بينظف السيارة؟ مو احسن ما ضل وسخة هيك؟ طب خليها لبعد رمضان. لا مو بعد رمضان بصير سيارة زبالة ما بصير سيارة عادية. هون هون شايفهم هيك هون وعندك هون شوف. والله يا روحي مفكرة انك بدي اوصل هذا لهنيك ما بيوصل. شو رايك نقلبك عزابي وتركب السيارة لحالك؟ أحسن. والله احسن احسن والله. ما مو اصبح من اليوم منبلش خلص تروح هلا بتلاقي لك شي بيت تفطر هني. لازم هذا الكيس تشقه تحبه تحط كيس احساوي. انا رح غيره كله في واحد ثاني كيس معي. ومن هالطرف شلون بدك تنظف؟ ها؟ من اي طرف؟ هذا؟ اه. شو هذيك الحديدة؟ التلفزيون ما شاء الله مستودع. كبه إذا مو لازم. هدايا هدايا. لا تحطها احسن هات اعطيني اياها اعطيني اياها هات رح شق هذا الكيس بابا شقه اعطيني اياه تعشي زاد كب الوسخ خلص هون الزباله جنبي ايه اصبح نظف هنيك محل الحديده شايف شقينا الهي شايفه هاي الحديده هيك نظفها بالفرشاه نرجع لكم من جديد. مثل مو شايفين في الفرشاية طبعا هي أول تنظيفة للسيارة بعد 3-4 شهور لأنه شغل ضغط. شيلها تجيب لهون شوف شلون فهي المادة كثير منيحة هي المادة جيبها من الأكشن لكل شيء يعني للزفر للدواليب يعني لكل شيء أنا بستخدمها لجوا كمان هلا أنا هيك بليفها يوسف شو تعمل؟ تعمل شايفين القرف هون شيء زاد خلي شوفوا هون هذا القرف ما شاء الله انه شيرزاد واخوه يوسف بخلوا كل شيء نظيف بخلوا كل شيء نظيف خلوا السياره نظيفه كمان شايفين شلون؟ محرج ليهم ليش هاي ليوسف؟ هاي ليوسف وهي لإلك لا انا مو بعمل بالليش انت عم تعمل لك ايه انت هنا بس بعد 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 لورا انا هنا بعد لورا صور من بعيد بابا خليها جوا
تشتري وانا اعطيه. هلا كمان انا بالخرقة رد برجع عليهم وش ثاني. تعال قدام شيخ زهر. عم بحاول اقول له فرشين الروح. هلا امشي. لا هي لا امشي ارزاق، هون بتقعد امشي ارزاق على طول. عم بحاول نفرشي السيارة مضبوط. يعني هذا الـ هذا هذا بيعطي لمعة مثل ما شايفين. هاي خلصنا السيارة من جوا ورح نرجيها لكم اياها بعدين. شيرزاد تصور هون خلصناها من جوا وبعدين بنرجيكم شلون رح يطلع موديلها. يلا سكر الكاميرا. طبعا طبعا السيارة صارت احسن من اول بكثير، صارت انظف بكثير مثل ما شايفين، صار كله نظيف، وضع تمام، مرة قدام هلا رح اغطي الكرسي لانه انا شغلي كله بالعفار والتراب والحجار وعلى طول بقواعي الشغل، كان الكرسي ما ينكسر. طبعا صارت السيارة عم تلمع لمع. ارجيهم ورا دقيقة جايتك. غيرنا له وش البطانية كمان، جبنا وش مشان هذا بنحطه اجباري مشان الاولاد يحطوا وسخ ما وسخ اجباري، ولد بده يوسخ. جود هون عم يلعب. صارت النظافة مش طبيعية. طبعا هلا بدنا ناخدها نغسلها من برا كمان. كله مسحناه من الغبرة، صار نظيف، صار عم يضوي ضوي. رح روح لك من الطرف الثاني. شوفوا جود وسخ حاله عبى الدنيا. مثل ما قلت لكم انا على طول بعمل هيك لانه شغلي كله عفار بعفار، كله تراب وما تراب وهيك شغلات وصار. حفر لانه هي كمان نزلها لتحت. طبعا كله صار نظيف، كله صار نظيف. هذا ما كان بينشاف، لسه بيقول لاولادي ولادي ما انت يوم كنت معفنه. شوي رجع وشه لوشه زاد بعد النظافه. والله بيني وبينكم معه حق يعني. طبعا ارضيات ما نطفوا، هلا بدي اعمل لهم غسله صغيره بس. هي عندك روح حطيها عندك بس هيك حطهم حط، مو بدك تنزلهم هلا. خلوكم معنا رح نرجع لكم من جديد، ونحن عملون خلوكم معنا رح نرجع لكم من جديد. طبعا هون الصوت عالي ما رح نقدر نحكي لانه ما رح تسمعوا.
بيغسلنا مع السيارة، عبانا مي. شو هون علي؟ عبانا مي علي. علي هاي المي حلوة لأنك صايم هيك بتحس برطوبة. هنا صابون غار هلا؟ ما بعرف، ما عندي كثير شغلات هنا. طبعا الاولاد تاركينه من جوا. مثل ما شايفين هي اخر غسلة، صوت عالي كثير، دنيا رمضان، انا تعبان كثير، راح اعمل اخر غسلة وبس. اخر غسلة شباب، استنونا حبايبي. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا القناة، حطوا لايك، اذا ما عجبكم الفيديو حطوا ديسلايك، لا تشتركوا القناة. شكرا لكم ورمضان كريم علينا وعليكم. سلام.